طيب هل دي راح اكلها من جوا؟ هسوي زي هيك بالضبط. بسم الله يلا وهيك فقط لا غير. روعة. هاي اللي احنا رح نستغل القطع اللي جوا هون، اما اللي هي بكل بساطة بعد ما نعملها ستيمينج منقيم هاي، وهاي القطعة اللي بتصير طرية بتغمسها بليمون وبتاكلها. اوكي. فهي ابيتايزر. تمام. هلا كيف بدنا نجهزها؟ تجهيزها جدا سهل. أول إشي بس منشيل هذا ال، أنا مش عارفة وين سكينتي، بتعرف هاي مو حادة، سكينتي شكله زاد أخذ في آه، لأنه إذا كانت بالمجلة أكيد راحت. هاي السكين محامية كثير. جربي اللي معي. خلينا نشوف هاي. بتعرفين أنا ما بقدر أستخدم غير سكينتي. أوكي. يعني أهم تول لأي شيف أتوقع سكينته. فخلص برمج حاله عليها. تمام. هينا فتحناها هيك بس عشان لما نحطها على البخار انه يفوت لجوا يستوي. وزي ما حكينا هون بنلاحظ انه على اطراف الوراق في شوكه فبتضايق. شو بنعمل؟ بس هيك بنعملها حلاقه، نقصها بالضبط، نحلقها على السريع عشان نستمتع واحنا عم ناكلها مش عم فهون انا عندي مي سخنه يا دوب 2 او 3 سنتي بقاعد طنجره في مي سخنه، مش مليانه بالضبط، مش مليانة يا جماعة. إذا بتشوفها هي ملح، ملح ننزلها زي هيك، يعني هي ما بتكون يعني بأول ربعها، ومنزيد بس اثنين يعني بس هيك شرايح ليمون، بنغطيها هيك لحالها بتعمل ستيمينج تقريبا ثلث ساعة لنص ساعة لحد ما لما نمسك الورقة تطلع بتكون جهزت. طيب واحنا ايش هسه هون مجهزة بعد مرور برهة من الوقت هيك صارت. تمام. هاي أخذت معاي عشانها كبيرة تقريبا 25 دقيقة، لما نمسك الورقة هيك وتنقام بيكون صار عنا جاهز. احكي لي انه هسه هاي هي بتتاكل. هاي هلا مع السلطة، اعمل السلطة وبقول لك. طيب اوكي تمام. السلطة ولا اسهل منها، زي خلطات السلطة على فكرة. عندي هون زيت زيتون، بسم الله، نزيد عليها معلقتين صغار ليمون، معلقتين صغار خل، ملح وفلفل. اوكي وانا حطيتها هون عشان لما نخدها تتكثف معنا اسرع. اوكي الله. هاي مهند ساعدني فيها قبل الهواء. مهند ما شاء الله عليه، لهلا بحملني جميله عليها. مهند ما شاء الله عليه، شاب يعني شاطر جدا، الله يحميه. تمام. صراحة هاي نقرشة عن جد طيبة. خلنا نقرش يلا. يلا نقرش. هيا بينا ننقرش. اوكي. هيها صارت كثيفة معي. اوكي. وراح نجيب الأرضي شوكي. بسم الله. تقدم هيك؟ بس. والله هي appetizer، هي appetizer. تمام. هيها شو بنعمل؟ هيك نحطها زي هيك. رح افرجيك كيف تاكلها. طيب تفضلي. تمام بس هيك. يعني شفط هيك بس الجزئيه اللي هون، بس انك تاكلها مش كلها هاي. نو والله. هلا لما تشيلها كلها اللي ما ذقت شان رحت فيها كلها يا جماعه الخير. لما لا تخيل، لا والله العظيم لما تاكلها كلها 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 بتصفي عنا زي اللي هلا احنا عملناها. اوكي بتضلها هاي اللب. جرب يلا. اذا ها انا راح اشيل من هون بالضبط. هيها بس لا خذ من اللي جوا. وهي الجزئيه، هاي الجزئيه راح اكلها. خذ هاي. طيب هاي الجزئيه راح اكلها من جوا، حسوي زي هيك بالضبط. بسم الله يلا وهيك فقط لا غير. روعة. رح نحتاج لأرضي شوكة طازة، مي، ملح وشرايح ليمون، ورح نقدمها مع صلصة اللي هي الخل وليمون وملح وزيت زيتون.